شعلينا والحق اكثر شعلينا علاش جينا واحتجينا علاش جينا واحتجينا والتشرين اللي بغينا والتشرين اللي بغينا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تحية الصمود والكفاح في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لكل الأخوات والإخوان اللي لباو الدعوة الحضور في هذا العرس النضالي الافتتاحي العمال ديال اللحوم اللذيذة التابع لمجموعات الكتبية بالمحمدية كنحييو كل من حضر وهز هذا الهم ديال الحضور من اجل اعلاء الصوت في هذا الملف او في هذه القضيه اللي بغينا نسميوها اللي كتعيشها شركه اللحوم اللذيذه. هاد الوقفه هذه المرض ديالها هو انه كانت مقرره ان تكون مسيره من باب شركه اللحوم اللذيذه الى امام مقر عمله المحمديه. هنا فين يفهموا الفاهمون بانه هنا نريد ان نربط بين الاقتصادي والسياسي وحلقه الربط هنا يلعبها الفاعل الاجتماعي اللي هي النقابه اللي هي الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. ومن هذا الباب هذايا بغينا المناوله ديال هذا الموضوع بشكل متقدم من النقاش والمقاربه حيث أن الأمر لا يتعلق بقضية بسيطة لتأخر في أداء الأجور أو في عدم توفير التغطية الصحية أو ما إلى ذلك من الصفات الحصرية التي تعطى للعمل النقابي. نحن أمام ملف تتعقد فيه مجموعة من المتداخلات. نحن أمام مقاولة مغربية وطنية بناها رجل عصامي أتى من أقاليم الجنوب وطور هذه المؤسسة حتى أصبحت مجموعة ومعلمة وطنية وتخطت حدودها المغرب لتصبح دولية. وكم أحوج المغرب اليوم في إطار شعارات النهوض والصناعة والتنمية البشرية والتنمية الاجتماعية وما إلى ذلك من الشعارات أن تكون لنا مقاولات ومجموعات بحجم مجموعة الكتبية، إلا أن المتابعة ديال الوضع ديال المغرب نلمس بأسف شديد هناك هول كبير بين الشعار الرسمي المنمق وبين الواقع على الأرض الذي لا يرتفع ببؤسه وبقتامة سوداويته. بالأمس فقدنا إكوما وفقدنا فيها مئات من مناصب الشغل، وفقدنا سترافور وفقدنا فيها المئات من مناصب الشغل، وفقدنا بيزيكيلي وفقدنا بإليس، ونحن اليوم أمام ترنح ووضعية بين الموت والحياة لجوهرة الصناعة الوطنية اللي هي الشركة ديال لسامير. واليوم نعيش فصلا آخر من فصول إشكال تعيشه مجموعة الكتبية. الكتبية ما كتهمناش فيها الأجور بالدرجة الأولى. الكتبية كتهمنا فيها 1500 منصب شغل. كتهمنا فيها عشرات المليون ديال الدرهم ديال الاجور شهريا تضخ في الاقتصاد المحلي ديال المحمديه. كيهمنا في الكتوبيه الجانب التضامني في كل الاعمال الخيريه والاجتماعيه والثقافيه التي تستفيد منها مدينه المحمديه. ويهمنا في الكتوبيه كذلك اننا ننخرط في تعزيز السيادة الغذائية للمغرب. واش حنا دابا هاد البلاد نوليوها كنسرطو ما كننتجو حتى حاجة؟
بغينا البترول خصنا نجيبوه مكرر من الخارج، بغينا الدجاج خصنا نجيبوه من الخارج، بغينا الصباط خصنا نجيبوه من الخارج. هادشي اعتقد معروفين به الجيران ديالنا الجنرالات المتحكمين في البلاد ديالهم اللي قتلوا الصناعه الوطنيه على اساس يفتحوا الباب ديال الاستيراد. اعتقد ليس هذا هو الخيار ديال محمد السادس، خيار ديال بناء الاكتفاء في التغذيه وفي الطاقه وفي الدواء وفي كل الحاجات الاساسيه. حنا يلاه خرجنا من الكوفيد وخدينا درس، اذا اليوم خصنا ناخذ درس ديال انه لا بد من التعاون على انقاذ مقاوله بالحجم ديال الكتبيه وغيرها حتى يبقى الاقتصاد المغربي ينتج الثروه لابنائه ولبناته. واش حنا المحمديه غنرجعها كلها في الرشا؟ واش المحمديه كلهم غيديروا الطابليات ويوليو يسربيو في القهاوي وفي الريستوات؟ التنميه والشغل والنمو تيخلقوا الصناعه هي اللي كتخلقوا، ما كتخلقوا شي حاجه اخرى. السياحه ترتق غابوطه، السياح كيهربوا كاملين، ولكن الصناعه هي طول الانفاس ديال الانتاج ديال الثروه وديال الانتاج ديال الخيرات بالنسبه لهذا البلد. اليوم حنا كنوقفوا هنايا، البارح كان عندنا لقاء حاولنا من خلاله ككونفدرالية ان نعطي رسائل واضحه باننا نحن يدنا في يد كل من يريد ان يعيد هذه المقاوله لامجادها، ومستعدين نقدموا كل التنازلات الممكنه، وما قابليش على انه هذا الموضوع يتناقش كما قلت قضيه عاديه ديال الاجور ديال العمال. احنا عارفين بانه لن يستدام في اداء اجور العمال ما لم ترجع المقاوله الى نشاطها الطبيعي، وعارفين بانه لن تتوفر الحمايه الاجتماعيه والتغطيه بدون مداخيل محترمه بالنسبه للشركه. اذا ولذلك احنا طلبنا على اساس انه هذا النقاش يطلع فيه المستوى، على اساس كل فاعل يدخلوا يديروا يديهم ويدفعوا هذه المقاوله ما توصلش الباب المسدود. نحن لا نشك في الإرادات والنيات ديال مجموعة ديال الأطراف، ولكن اللي كنقولوا بأن واش طال وإلا طال هادشي غادي خماج، وإلا خماج غنبغيو نلقاو الحل، راه ما غاديش نلقاو الحل. إذا ولذلك احنا رسالتنا اليوم واضحة، العمال كنطالبوا بالأجور ديالهم تعطى كاملة غير منقوصة وبدون تأجيل ولا تسويف.